والظن. تابعوا الان هذه محاولة خطيرة والهدف الاول. اي 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 فريق سريع واتزمل يفعلها. فرحة لا توصف هنا بملعب مولاي الحسن. ما هذا الذي يحدث هنا؟ هل فريق سريع واتزم سنسميه فريق السرعة النهائية؟ لأنه قلب الأمور في الدورات الأخيرة وحول العديد من النتائج من هزائم كانت منتظرة إلى انتصارات. وها هو يعلن توقيع عقد الموسم القادم بشروط تفضيلية لهذا المدرب إيمانا منهم بالعمل الذي يقوم به. مونتوس حتيمي كيرفع الكرة عالية رفع أمامية بالنسبة لفريق سريع أيوب القاسمي لبوجات. بوجات رد الهجوج ولكن بعيد عليه. تلي ضربة مرمى بالفعل ضربة مرمى خطأ. وماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء أو الحكم كان قد أشار ضربة جزاء لكن قبل ليست مستحيلة. مرشد والهدف الثاني فعلها أبناء واتزم وحققوا الهدف الثاني وضمان الفوز خصوصا في هذا التوقيت. سيناريو المباراة خدم مصلحة سريع واتزم الذي سجل الهدف.